السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. وأخيرا الخبر السعيد للساكنة ديال العاصمة جهة الرباط سارة القنيطرة وجميع زوار العاصمة الرباط. اللهم بارك. لحظات هي قبل التدشين المرتقب. كما تلاحظون ما شاء الله أجواء جميلة هنا. المرأب او محطة الطرقية هنا، المرأب في الجنبات هنا كما كتشوفوا البارير، هو تدشين ان شاء الله على الابواب. اللهم بارك. الساعة تشير الى الثالثة صباحا والاشغال مستمرة. هي لحظة الفرح، لحظة النصر، لحظة تدشين المحطة الطرقية الجديدة بالعاصمة الرباط. واللمسات الاخيرة، لمسات اللي كتسبق ان شاء الله كتسبق التدشين. وكما كتشوفوا هنايا العمال ديالنا اللهم بارك راهم خدامين في ساعات متاخره من الليل. فنتمنهم الله الخير صراحه. مكسب جديد بالعاصمه الرباط، المحطه الطرقيه الجديده. وداعا القامره، وداعا العصاره، اللقب المطلوق على القامره. وكما كتشوفوا هنايا الاشغال على قدم وساق. هنا الطريق المؤدي لطريق السيار الدار البيضاء، وهنا الاتجاه العكس هنايا الرباط. فخليكم معنا باش نقربوكم من الامور والاشغال. شو يا سلام، هنا المحطه، هنا الاشغال متواصله. نتمنوا الله الخير والتيسير. الجماليه ديال المحطه هنايا ان شاء الله غيتم التدشين ديالها في الساعات القليله القادمه ان شاء الله. الله يسخر الامور يا رب، الله يسخر. صور جميله صراحه هنا في الجنبات، الاعلام الوطنيه في كل مكان. اللهم لك الحمد. بعد طول انتظار الكل كان يتساءل متى سيتم تدشين المحطة الطرقية الجديدة. الآن الخبر اليقين، لمسات قبل التدشين. كتشوفون الطريق في اتجاه القامرة. الأشغال في كل مكان على طول الطريق الرابط بين المحطة الطرقية القديمة والمحطة الطرقية الجديدة. هنا الأشغال في كل مكان. الله يسخر الأمور. ونتمنهم الله الخير والتيسير للجميع. كما كتشوفوا صور جميلة هنا بالعاصمة الرباط، لحظات قبل التدشين. كما كتشوفوا معنا أشغال متواصلة هنا بالجنبات ديال المحطة الطرقية الجديدة. ممرات الراجلين، تقسيم الطريق، وضع الأعلام الوطنية في كل مكان هنا جنبات المحطة الطرقية. هذا إن كان يدل على شيء فهو يدل على تدشين إن شاء الله. صور جميلة بالعاصمة الرباط. محطة الطرقية طال انتظارها.
بمواصفات عالية صراحة، هندسة معمارية مميزة على شكل غواصة. القامرة كانت على شكل عصارة وهذه على شكل غواصة. وسبقوا وعطيناكم بعض الصور وقربناكم من بعض النقاط. الخط الأبيض يتواجد في كل مكان. صورة جميلة. كما كتشوفوا البارير كاين هنايا، دونك غادي يكون تتشين ان شاء الله. نتمنى من الله ان الامور تكون زوينة وتكون مزيانة. والله يسخر الامور يا رب، الله يسخر. هنا الطريق اللي كتدخل المحطة الطرقية على اليسار واللي كدير تمارع اليمين. هنا من زاوية أخرى خلينا تمارا في الخلف، وعندنا المحطة الطرقية على اليمين وعندنا الرباط على اليسار. هنا الأعلام الوطنية تزين المكان. يا سلام يا سلام يا سلام على الجمالية، يا سلام. هناك تدشين، هناك تدشين على الأبواب كما توضح الصورة. كما كنشوفوا هنا البارير على طول على طول على طول. يا سلام. هنا الأمن الوطني والقوات المساعدة. هنا اللمسات الأخيرة قبل التدشين، تدشين المحطة الطرقية الجديدة، المحطة التي طال انتظارها. اللهم يسر، الله يسخر الأمور، هادشي اللي كنتمناو.